خلينا بس قبل ما نبدأ زي ما احنا متعودين مع حضراتكم ان احنا بنطرح سؤال في اول الحلقة، وبناء على اجاباتكم طبعا بنشوف كده في النهاية الحل ايه، او ازاي ان احنا ممكن يعني من الكومنتات برضو نلاقي حلول لبعض الاجابات. بس النهاردة بعض الاسئلة، عفوا، النهاردة سؤالنا بسيط جدا، وبما ان احنا بنتكلم عن الرياضة وكده فسؤالنا لحضراتكم: كام فرد في عيلة حضرتك بيمارس الرياضة؟ احنا عايزين نعرف طبعا بما فيهم حضرتك اللي هيجاوبنا، يعني كام فرد في العيلة بيمارس الرياضة؟ انا لو هبدأ بنفسي، احنا تقريبا اتنين بس، يعني احنا اسرة من خمس اشخاص، اتنين بس بيمارسوا الرياضة. صباح بدي ربنا، الحمد لله، دي نسبة كويسة. الحاجات دي بتتنظر، خلي بالك. ايوة، بس انت عندكم كام حد؟ انا مش عايز اسأل. طب بصي، سيبك من بقية العيلة، ده منظر برضو. واحد ممكن يبقى مارس رياضة مرة في حياتي، شفتي لي مرة صورة وانا ماسك كورة كفر تحت ايدي؟ مفيش. طيب. للأسف الشديد طبعا دي نقطة، بعيدا بقى عن الهزار، دي نقطة في منتهى الأهمية، فكرة ان احنا نشوف ان الأب والأم يهتموا بممارسة الرياضة ويخلوا ولادهم كمان يمارسوا معهم الرياضة. وبمناسبة الكورونا في فترة الحظر، انا شخصيا شفت كان من ضمن المشاهدات أسر كاملة بتعمل جوجينج او بتتمشى معهم اولادهم الصغيرين. صح. ودي كانت من المناظر الحلوة قوي اللي شفتها.